السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من والله أعلم، هذا البرنامج الذي أشرف بأن أكون فيه في حضرة العالم الجليل فضيلة الشيخ دكتور علي جمعة. سعدت مساء يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. وأنا أستأذنك لأن كل دقيقة أتحدث أنا فيها هي مخصومة من قيمة البرنامج، لأننا نريد أن ننصت إليك. أستأذنك بأن أبدأ بملاحظتين. الملاحظة الأولى هي موضوع هذه الحلقة، حقوق وواجبات المعاقين ذهنيا. هذه الصفة المعاق لفترة طويلة كانت الجمعيات التي تنسب لنفسها شرف الدفاع عن المعاقين عموما والمعاقين ذهنيا على وجه الخصوص تفضل ألا تستخدم تعبير معاق، وتقول إنه تعبير مهين وماس وجارح، وتحب أن تستخدم تعبير أصحاب الاحتياجات الخاصة، ذوو الاحتياجات الخاصة. لكن بسؤالي لبعض أصحاب الرأي من المعاقين أنفسهم، قالوا لي إنه هذا إخفاء لطبيعة الموضوع. هناك أناس معاقون وعليهم أن يعترفوا بهذا، وعلى المجتمع أن يعترف بهذا، وعلينا ألا نجمل الصورة لأن التجميل يخفي القضية، والقضية ينبغي أن تواجه وأن تحل. هؤلاء معاقون، هم يريدون أن نصفهم بهذه الصفة. لماذا؟ لكي نقدم لهم ما يحتاجون إليه، ولكي نتعامل معهم التعامل الذي يسهل لهم اندماجهم في المجتمع. هذا أولا. ثانيا، ما الذي يفصل بيننا نحن الذين نزعم أننا أسوياء وبين المعاق ذهنيا والمعاق عموما؟ حادث واحد كفاكم الله الشر، حادث واحد أو أزمة نفسية هائلة تجعل الواحد عقله يذهب، في هذه الحالة نصبح من هؤلاء، أو يصبح هذا الذي تعرض للحادث أو للأزمة من هؤلاء. إذن نحن حين نتحدث عن حقوق المعاقين نتحدث عن حقوقنا نحن أيضا، لأننا معاقون بالاحتمال، هم معاقون بالفعل ونحن معاقون بالاحتمال. أبدأ مع فضيلة الدكتور علي جمعة. فضيلة الدكتور، ما حكمة الخالق سبحانه وتعالى من خلق بشر يفتقدون إلى أهم ما يميز البشر وهو الوعي، الإدراك، العقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا واقع خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو وجود أسوياء ووجود من هم أقل استواء في القدرات العقلية والذهنية. وهناك مقاييس تبين لنا من الذي دخل في حد الإعاقة حتى يطلق عليه معاق أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة كالتعبيرات الحديثة. فما الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى لهذا النوع؟ رسالة إلى البشر يقول فيها: وخلق الإنسان ضعيفا. رسالة إلى البشر يقول فيها أن الإنسانية تحتاج إلى العقل، فانظروا ماذا لو أنه قد سلب ذلك العقل. ولذلك وبناء عليه فإن العقل منة كبرى عظمى، ينبغي عليكم أن تشكروها بالليل والنهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكان من بقية النقوصات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى رسالة إلى البشر على المنن والنعم التي يتمتعون بها: نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة التفكير، نعمة
التنفس، نعمة القيام على قدمين والسعي والذهاب والمجيء، نعمة اليدين، نعمة الرجلين. للإلف، ولأنه معنا هذه الأشياء ونتعامل معها قد ننسى أنها نعمة. فعندما نرى النقص في غيرنا والاحتياج الشديد والألم الكبير والمعاناة التي يفعلها من فقد بصره أو من فقد سمعه أو من فقد أي نعمة من نعم الله عليه، نقول الحمد لله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يرشدنا فيقول عندما يرى شيئا أن إذا رأيت شيئا فلتقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. يعني إظهار النعمة والاعتراف بها والحمد عليها وشكرها، وحينئذ هيترتب على هذا التشريف تكليف، ليس فقط في الحمد، وإنما أن أضع هذه النعم في موضعها، يدي هذه التي خلقها الله لي للعمل لا أبطش بها ظلما، رجلي هذا لا أسعى بها إلى الفساد في الأرض، عقلي هذا أفكر فيه لعمارة الأرض، لعبادة الله، لتزكية النفس، وهكذا. إذن فهذا أمر أخرجه الله من دائرة النظر والفكر إلى دائرة المشاهدة والعمل، ودائرة لا يمكن أن أنكرها. واحد يقول لي الله، هو ممكن ده؟ يعني أنه ربنا مش معقول، ده زي الحقوق المكتسبة. كأنه من حقه المكتسب أن يتمسك بهذه النعمة، وأنها يعني ماذا فعل الله لي، يعني هذا طبائع الأشياء، وهذا هو الذي نسب الخلق إلى الطبيعة أو إلى كذا إلى خير. بيقول له لا، الله كما هو قادر على أن يعطيك ويمنحك المنح والنعم والمنن، وقد أعطاها لسائر البشر، سلبها من بعضهم وهو الأقل. الأصل في البشرية النظر، البصر. الأصل في النظرية استقامة الفكر. الأصل في البشرية أنه ليه رجلين، أنه ليه إيدين، أنه بيمشي وكذا إلى آخره. ثم يأتي واحد له نسبة، قد يكون 1%، قد يكون 1%، قد يكون 1%، حتى يبين لنا الله سبحانه وتعالى النعم. ثالثا، أن هذه النقوصات وبما فيها دافع للإنسان على أن يحتال عليها، دافع للإنسان أن يعمر الأرض بها، فنرى أبحاث حتى يقاوم شلل الأطفال، وأبحاث حتى نعين أو نزيل الضرر العمى. ياما بعد ما توصلنا أن احنا نشيل مش عارف القرنية ونحط قرنية، الرجل والست رجعت ليهم أبصارهم. يبقى إذن إيه اللي بيحصل؟ ده وراها شغل كتير، ووراها رزق كثير، ووراها شعورات إنسانية كبيرة جدا. ملكه وهو اللي بيصرفه، ملكه وهو اللي عمل كل ده. فإذا هناك فوائد، بل وفوائد لا تحصى. أنا قلت 3، لكن لو قعدنا نتكلم في هذا السؤال فقط لأخذنا أياما وساعات طويلة. لكن دعني من حديثك يا سيدي أسأل سؤالا ربما يجول في أذهان بعض من يتدبرون ويتأملون، ونحن مأمورون بذلك بحسب النص القرآني، هو أن يحتفظ الله سبحانه وتعالى لنفسه بحق أن يسحب هذه النعم في أي وقت، أن يسلبها من الإنسان في أي وقت. هذا ينبغي أن يخيفنا، يجعلنا في أي حالة فضيلة الشيخ؟ أنت تشعر عقلك ممكن أن يذهب، يعني عقل الله أي شخص ممكن أن يذهب في أي سبحانه وقت. وتعالى اسمه إيه؟ جل جلاله، ذو الجلال والإكرام. الله يجب علينا جميعا أن نعتقد اعتقادا جازما ومطابق للواقع أنه يتصرف في ملكه. الظلم تعريفه بالتعريف التصرف في ملك الغير، لكن الله يتصرف في ملكه. فالله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الإنسان، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل،
وهنا فائدة رابعة لهذه النقوصات وهي الثواب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعاقة البصر: من أخذ الله حبيبتيه. أيوة. يبقى إذن عناية دي حبيبتي هي اللي بتوريني كل حاجة وبتخليني أقرأ وبتخليني أمشي، عوضه عنهما الجنة. ولما جاءه الرجل الضرير قال: يا رسول الله أنا زهقت بقى، أدعو الله لي أن يرد الله علي بصري. قال: أو صبرت ولك الجنة؟ يعني أصدي الجنة. فقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد الله علي بصري، يعني زي ما تقولي الجنة دي في الآخرة وأنا دلوقتي مورود في الدنيا بالقضية دي، لا ادعي لي ربنا، أنا عايز دلوقتي. فقال: اذهب فصلي ركعتين، ثم توضأ وتصلي ركعتين، وقل: اللهم إني أسألك بمحمد. يا محمد إني أسألك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، ويسموه حديث الضرير لأن الشفاعة النبوية ردت عليه فرد بصر الرجل عليه. القضية هي حكاية إيه؟ حكاية إن من فوائد هذه النقوصات أن نتعلق بالآخرة. نعم. الدنيا هذه ليست نهاية المطاف، واللي هيعتقد أن هذه الدنيا هي نهاية المطاف فتبقى مقلب سخن. والله، وتبقى نكد في نكد، وتبقى زي اسمها دنيئة دنيا. ايه ده؟ الدنيا دي دار اختبار وابتلاء، نعبده، نعمر الارض، نزكي النفس علشان في بقى لا هي الحيوان، في بقى حاجة تانية، هنروح هنلاقي فيه خلود. يا اهل الجنة خلود لا موت بعده، ويا اهل النار خلود لا موت. الحياة الحقيقية هي اللي هناك، ولذلك يجب علينا ان نعمل بها. ولذلك الشخص اللي مش مؤمن باليوم الاخر ده قريب جدا للفساد في الارض، لانه عايز ياخد حاجة من الدنيا، ومتبرم ومعترض على ملك الله، اذا المنظومة كلها هتختل معاه، فهيزعل من ربنا لانه هو بيصيبه بهذه الامور. فاذا الحكمة من اي نقص من النواقص في الجسم البشري بما فيها العقل، الحكمة متتالية تتعلق بالعقيدة، وتتعلق بفكرة عمارة الأرض، وتتعلق بالرضا والتسليم، وتتعلق بالثواب في الآخرة، وتتعلق بوجوب معونتي لي. ده بيختبرني، ده بيختبرني أنا ويشوفني وأنا صحيح هأدي النعمة وأعين. ولذلك النبي عليه السلام قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز يعني إيه؟ جيت قلت لي الله يخليك اديني المعزة علشان الولاد يشربوا منها لبن، فسلفتها لك ليل بنهار، قمت عملت فيها إيه؟ ولا حاجة، حلبتها وشربت أنت وولادك اللبن تمام التمام، وردتها لي. نقصت إيه المعزة؟ ولا حاجة. الله، ايه يعني اللي انا تكلفته في هذه المسألة؟ ولا حاجة. 40 خصلة اعلاها منيحة العنز، يعني هنعمل قايمة كده من 40 نقطة اعلاها ان انا سلفك الشاي علشان تشرب اللبن بتاعها. العامل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها ادخله الله بها الجنة. يا سلام، يا سلام، بقى ده معقول يعني ان انا اسلفك المعزة وما ادخل الجنة؟ ما وراء ذلك انت امنت برسول، وامنت باله، وامنت بيوم اخر، وامنت بجنة، وامنت بان ده فيه ثواب. شوف الدنيا جميلة ازاي. طب ما فيش ربنا، الدنيا سودت. طب مفيش. اسلفك العنزة ليه مثلا؟ واخد بقى، واعمل الخير ليه؟ ما سلفكش، وهكذا. ولذلك احنا عندنا هنا حاجة حلوة قوي، إن الإيمان بالله ده حلوة قوي، الإيمان بالثواب بتاع الآخرة وهكذا. أنا دلوقتي قدامي شخص معوق، فالراوي الحديث بيقول قعدنا قلنا إيه دي القايمة اللي هم 40 خصلة
اللي أعلاها منيحة العنز ما تدورونا كده، فما قدرناش إلا نجيب 15. فسيدنا الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله راح كتب كتاب اسمه تمام المنة في الصفات الموجبة للجنة، نعم، وجمع كل بقى الحاجات اللي في الأحاديث. فتتعجب بقى من حديث يقول لك التساهل في النقدين صدق، يعني لما تديني جنيه مهري أقبله واروح أغيره بقى في البنك المركزي معلش، أن تعين أخرق، إنك ترفع المقطف على رأس الراجل اللي مش قادر يرفعه، ما هو القفة اللي ليها واثنين يشيلوها اثنين فترفعه كده بتساعده، قال ده من موجبات الجنة. يا سلام. أن ترشد واحد بيقولك الله يخليك العنوان ده فين، الحلاوة دي بتاعت الود وبتاع الحب هي دي اللي من الصفات بتاعت المؤمنين اللي هتدخله. يبقى إذن أنا عندي هنا مثال للمؤمنين في تودهم وتراحمهم، منها الإعاقة الذهنية دي وإزاي أشيلها وإزاي يبقى واجب علي أن أعمل فيها. النور يخرج من ثنايا حديثك فضيلة الشيخ. أنا لما عملنا القانون وقلنا 5% من المعاقين وكذا إلى آخره، طبعا ده بيدخل فيه شلل الأطفال وبيدخل فيه الضرير وبيدخل فيه كذا إلى آخره، لكن أنا عايز أقول لك إنه حضرتك بتقول إن الله سبحانه وتعالى بيسلب، قد يسلب أي نعمة منها. نحن نعيش تحت هذا الشرط طبعا. الناس اللي بتدخل الحروب الأبطال دي وفقدت رجلها وأصبح كده معوق، ده واحد من أهل الجنة. ده احنا بنبص الواحد من أهل الجنة، ما احنا شو واخدين بالنا إن رجله سبقته إلى الجنة. هو رجله هتدخل الجنة وهو هيدخل النار، مش هينفع. البطل ده اللي دافع عنه وفقد جزء من جسمه الشريف هو من أهل الجنة. عايز تبص أو هؤلاء الذين يغتالهم الإرهاب فضلت الشيخ، دي قضية تانية. دي قضية تانية. ولكن أنا عايز أقول لك إيه، شوف شوف الحكمة البسيطة. شوف إنه شخص فقد جزءا منه في هذه الحالة، وإحنا قريب من يوم الشهيد. يوم الشهيد بيبقى كذا مارس، 10 مارس أو حاجة زي كده. فإذا نحن أمام منح وأمام منن وأمام حاجة إحنا بنسلم ونرضى بالله ولله ونعم بالله. فضلت الدكتور، سنعود إليكم ونحن في حالة عطش لكي تروينا من هذا الحديث الطيب. أنا أحب أن أقول لمشاهدي والله أعلم أنه لدينا أكثر من طريقة للتواصل، والتواصل سيكون مباشرا مع فضيلة الدكتور علي جمعة. لدينا رسائل النصية القصيرة كما يمكنكم أن تلاحظوا الأرقام المبينة على الشاشة، لدينا صفحة الفيسبوك وأظن لدينا تويتر أيضا. وسؤالنا على الفيسبوك هو: ما حكم نبذ المجتمع للمعاق ذهنيا؟ الحكم الذي ترونه أنتم على مجتمع ينبذ المعاقين ذهنيا؟ بعد فاصل قصير سنشاهد تقريرا في ذات الموضوع ثم نعود إلى فضيلة الدكتور. هو اخر ولادي، انا جبت 4، 2 و2، ولدين وبنتين، هو ده الاخير. فجاء كده ولاده طبيعيه وكل حاجه طبيعي، مش مصدقه ان هو فيه تخلف. فالدكتور اول ما شافه قال لي ابنك ده مش طبيعي. اخواته طبعا كانوا من المتفوقين، الا ده بقى جه كده. فانا كنت زعلانه ان هو كده، ولكن الحمد لله وعسى ان تكرهوا شيء فهو خير لكم. أنا محمد أحمد أحمد. عندك كم سنة؟
36 صح؟ كل حاجة فيه طبيعية. أنا التصرف الطبيعيين هم اللي بيتصرفوا معاه غلط. يعني ما يدخل يقول سلام عليكم ويسلم ما رضاش يسلم عليه، بزعل في الحتة دي. رحنا للدكتور عشان ينطهروا، فقال ما ينفعش. لما شاف ما ينفعش خلاص، وهو الكلام ده هو طفل لسه صغير. فانتهينا الموضوع ده، كبر وبقى دور الشباب، وجه في الفتره كده احب اتجوز مش عارف ايه، تتجوز دي ومش تتجوز دي. فبابا قال له عيب، مفيش الكلام ده ما نقولهوش. عايز تتجوز؟ لا لا ماما مش عايز. لا انا ماما وبابا محمد يعني اما حد يجي يتكلم معاه في الموضوع ده هو بيحرج جدا، بيبقى عنده يعني كسوف خجل جامد جدا يعني اما نتكلم معاه في موضوع زي ده. الناس بيقولوا هاتي واحده من الصعيد، هاتي واحده من الفلاحين، فانا اقول لا اظلمها ليه؟ لا يعني اللي هي تيجي دي تكون عارفه ان هو مش تخدمه بس او ترعيه. هذه أم عظيمة ولا يا دكتور؟ هي مش أم عظيمة وبس، وهي يعني إيه ماشية زي الكتاب ما بيقول. فهي أم مثالية. وليست فقط الرضا والتسليم والقبول، ولكن أيضا دي التربية، كونها أنها تذهب بالولد طفلا ويكشف عليه الطبيب ويرى فيه نقصا في جانب معين، فتبدأ التربية من الصغر على هذا المنحى حتى لا يصطدم الولد مع نفسه في شيء، ويصبح رغبته في الزواج ليست رغبة بيولوجية حيوية، إنما تصبح رغبته في الزواج رغبة نفسية. يعني هو لا يفهم ما معنى الزواج تماما أو مقتضياته وواجباته، وهو يريد أن يكون له زوجة كما أن لأخيه زوجة مثلا، ويريد مثل الطفل أن يكون له أب وأم. ليه بابا وماما ماتوا أو فارقونا أو كذا إلى آخره، رغبات مشروعة، ولكن ليس هناك إمكانية لتنفيذ هذه الرغبات بصورة معينة. بمعنى إيه؟ يعني الفتوى أنه المعاقين ذهنيا يجوز لهم الزواج، وذلك بعد بحث ان المعاق الذهني على نوعين، في زواج بيفيد الإعاقة الذهنية، هذا الزواج الذي يفيد الإعاقة الذهنية وبعض الحالات بيفيد حتى المريض النفسي او الذهاني، وبيكون سبب كبير هو عدم الزواج، فلما بيتجوز بيرتاح وبيتطور وبيختلف، فده بنقول له ايوه تزوج وكذا. نمرة اتنين، ان بعض الناس فاكر ان الزواج هو هذه العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة لاستمرار الكون او لقضاء الشهوة، ولكن الامر في الحقيقة في الزواج في الاسلام اكبر من ذلك، فبيدخل فيها الخدمة. وكان بعض مشايخنا بعدما بلغ 80 و90 ومحتاج الى خدمة، محتاج الى المرأة، ولكن هو مش محتاج إلى المرأة في علاقته معها، إنما محتاج إلى المرأة. بعض مشايخنا الله يرحمهم كان يقول بس عشان تبلغ عن الوفاة. يا سلام، يعني تبقى حد ورث حطة في البيت. الوحدة قاتلة. ولذلك وهذا المرأة ليس فيه ما يخالف الشرع. جات امرأة من المريدين فتزوجته حبا فيه ورعاية له، احنا مالنا بقى؟ هو لازم الزواج يكون فيه اتصال جنسي بين الرجل والمرأة؟ الإجابة لا، هي موافقة وهو موافق، هي وتعاشت ومات الشيخ وهي في أسعد حال، مرات الشيخ مثلا يعني. والمريدات كلهن عاملين عليها يعني يحسدنها، ولكن هي ما عندهاش العبارة دي، خلاص
ما يجراش حاجة. فإذن الزواج أوسع، في زواج للونس، في زواج للخدمة الصحية، في زواج للخدمة الحياتية، في زواج لبناء الأسرة، وده اللي بنركز عليه. هو في ولاد يا ولاد ونقول لهم لا بداش تأخروا الطلاق ده، إلغوا الطلاق ده، الطلاق أبغض الحلال عند الله، لأن في أولاد يبقى حقوقهم محتاجين الأب والأم وكذا إلى آخره علينا، فبلاش تتسرعوا، طب ادوا لنفسكم فرصة تانية. كله ده في بناء الأسرة، ودي أحد أنواع الزواج أو أحد أغراض الزواج. فلما بنقول إن المعاق الذهني يتزوج، أولا مش كل معاق ذهني، ثانيا مش علشان بناء أسرة، ده الإعاقة الذهنية هنا لها أنواع، الطبيب هيقول لنا عليها، الطبيب والخبير هيقول لنا عليها ويقول لنا أيوة لا اعمل ما. فدي أسرة مثالية ودي أم مثالية، إنها راحت سألت المختص من بدري ثم ربت الولد على كده وقالت له عيب، فبقى الولد كل ما نقول له تتجوز أمي يتكسف. ربنا كتر أمثالها فضلت الشيخ. طبعا ما هي دي الأم المصرية، ما هي في الحقيقة إن هي دي الأم المصرية، وهي دي اللي احنا في كل المجالات حتى المجال السياسي بنراهن عليها. وعلى فكرة بره بيراهنوا عليها أيضا، بس بالعكس، يعني هم بيراهنوا على المرأة المصرية أن تفسد المجتمع، احنا بنقول لهم احنا قبلنا الرهان والمرأة المصرية ستحمي المجتمع، ده هي عصب المجتمع، وهي عصب بس هتحميه وهتطوره. ليه؟ ده صبر أيوب، ده حكاية انه تطبخ كل يوم وتغسل وتربي العيال وقلبها متشد معمول على ده وعلى ده، ايه ده؟ ده حاجة غريبة جدا. فهذه هي المرأة، هذا هو الإنسان، مش المرأة بقى اللي نريده علشان نبني به البلد. أمهاتنا العظيمات. فضلت الدكتور، من الأسئلة التي تطرح تتبادر إلى الذهن فورا أسئلة التكليف، ما نسبة الإعاقة التي يسقط عندها التكليف؟ إحنا عندنا أربع أمور بنقيس بيهم محددين نحفظهم: إدراك، والإدراك هو حصول صورة الشيء الذي في الخارج في الواقع على حقيقته في الذهن، أو ده اسمه إدراك، حدوث صورة الشيء في الذهن يبقى اسمه إدراك. الزمان، المكان، ثلاثة الأحوال، أربعة الأشخاص، وبنقيس بالأربعة دول. فلو ان في حد عنده خلل في واحدة من الاربعة، واحدة نعم، وبعدين ممكن نلاقي عنده خلل في اتنين او تلاتة او اربعة، لكن بداية من خلل في واحدة يبقى خارج التكليف. يبقى اذا احنا عملنا لا صوم ولا صيام ولا اي شيء، خلاص هو خارج التكليف كده، خارج التكليف. وده مش معناه انه مش هيصوم، ده ممكن يصوم لكن ممكن ما يصومش، ممكن يصلي ثم فجأة ما يصليش، مش ضروري انه يكون هيسيب كل حاجة. وإذا لقيناه بيصلي نقول انت بتصلي، لا نحن نشجعه ان هو يصلي او كذا، لانه قد يكون في صلاته علاجه، علاج أو 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 تكميل جزء من النقص اللي حصل. فإحنا معانا الأربعة دول: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. فالشخص اللي ما هوش عارف إحنا في الليل ولا في النهار، عنده مشكلة في الحكاية دي لأي سبب، نقول له طب إحنا فين دلوقتي؟ يقول إحنا في الاستوديو بتاع السي بي سي 2. الله، ده عارف المكان. طيب مين اللي قدامك؟ يقول لك الشيخ علي. قدامه ده الشيخ علي، مش حسن ولا حسين. الله، ده عارف الأشقى. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسجل. طب احنا في الليل ولا في النهار؟ يقول احنا في النهار. ايه اللي الخلل ده؟ ده حاجة غريبة. في حاجات طبعا ده علم بقى وليه علماء كبير، انه لكن في هنا عدم ادراك. انا بجيب لك خلاصات القراءات التي حاولت أن تجيب على سؤالك. ده سؤالك على فكرة من أصعب ما يكون. نعم يا سيدي. السؤال البسيط ده اللي هو فين حد التكليف؟ حد التكليف سلامة الحواس،
اشتغال العقل، سلامة العقل وبلوغ الدعوة وبصورة لافتة للنظر. طيب سلامة الحواس وعرفناها، طب امال التفكير ده او بتاع العقل؟ قوم راح قال لك الاربع مقاييس دول، ده بقى ايه بعد ما تقرا كتير كتير في علم النفس بتوع حتى علم النفس هم بيعرفوا الجنون، مش عارفين يعرفوه قوي يعني ما بيجيبلكش تعريف، لكن الفقهاء وهم بيتكلموا فضلوا يصلوا، وكثير بقى وكثير جدا من الكتب تروح لها فيقول لك اذا فقد العقل، عقل ايه يعني لما يعمل ايه؟ بمزيد البحث هتتوصل الى الجهات الاربعه دي، الزمان والمكان والاشخاص والاحوال. اذا حصل فيها خلل يبقى في خلل في التفكير يوجب عدم المؤاخذه. اهلنا البسطاء في الريف يطلقون على اصحاب الاعاقه الذهنيه راجل مبروك وده داخل الجنه حتف من غير حساب، الكلام ده تاصيله ايه يا مولانا؟ ما ورد في الاثر اكثر اهل الجنه البل، بس هو مش معناه كده. هو معناه ان الذي لا يتعلق قلبه بالدنيا وسايبها لدرجه ان انت تقول ده مجنون ده ولا ايه، كل الفلوس دي بحطرها في الصدقه، كل الاحوال دي بيعملها في الخير، ده أبله ده ولا ايه؟ قال لك انا أبله من ناحيه الدنيا ما بفهمش فيها، حصيف من ناحيه الاخره، لكن حصيف من ناحيه هو ده معنى الاثر. ولكن الحقيقه ان ربنا كريم، لما بنلاقي انسان ضرير من يومه ام سبحان الله ربنا بيعوضه في الاصوات، اول ما يسمع ماشي رجلك مش صوتك تمين، فيقول لك يا فلان الله وانت عرفتيني ازاي؟ يقول له من ريحتك. الله انت عندك حاسة يا عيني، ربنا عطاله حاسة في انفه، حاسة في اذنه، حاسة في كذا، خليته يدرك اللي حواليه. فاذا في تعويض، لما بنيجي للناس دي بنلاقي في تعويض، ان ربنا بيكرمهم، يعني ربنا بيوقف لهم ولاد الحلال. لما بيزعل هم اللي بيزعلوا بيصاب، هو ده اللي بيصاب يعني يقولوا له ده بذنب فلان. ومن هنا جت نظرية اوعى تقرب له لحسن ده بركة، لحسن ده ربنا يغضب عليك. هو نوع من انواع الود والحب، صح، نوع من انواع القيام بشيء من واجباتهم في اعناقنا. حكايه البركه ايوه حاجه بسيطه جدا، والريف وكذا، والتاني يقول لك دي اسطوره، او ما فيش حاجه اسمها بركه، ما فيش كذا الى اخره، ما لناش دعوه. بس هو ده انسانيه عاليه جدا، ان هذا الضعيف اوعى تبقى على الضعيف، واللي هيجي على الضعيف ربنا هينتقم منه. وشفناها، شوفوا فلان لما ضربوه اتحرق بيته تاني يوم، شوف ده، ويبدا يجمع السير الكوني او الاحداث الكونيه مع الشخص ده، فيعطي حصانه لهذا المعاق. مش النهارده وبس، شايف، مش النهارده وبس، ده للاجيال القادمه. صحيح. صحيح. ان الفكره موجوده، ان الضعيف يراعى. ايوه، بس بطريقتهم، يعني هم بيحموه بطريقتهم، بانه ده بركه، ده ربنا مستجاب لي، ده مجذوب الى ايه؟ الى الله. شوف الادب. نعم. مجذوب يعني مجنون، لا ده مجذوب الى الله. ايوه، ربنا جذبه كده اليه، يبقى بتاع ربنا، ودام بتاع ربنا تزيهوش. اوعى تاذيه. واوعى تقصر في حق رعايته. قبل ان نختتم هذه الفقره مولانا، قل كلمه لبعض، يعني مش عايز اقول يعني ضعاف العقول، الحقيقه هم ناقصي رحمه، الذين يسيئون الى هؤلاء في الشوارع، يسخرون منهم، يضربونهم، انت عارف، يشهرون بهم في الشوارع. قله ربايه. دي قله ربايه. مم. انا مش عايز اقول انها دي قله ادب. بل هي قله ربايه، ده لو كانت ربة على المفاهيم اللي بعض الناس بتسخر منها دون ان تعرف فوائدها.
ودون أن تعرف مردودها الاجتماعي إيه هو، فدول مش متربيين. اللي بيسخر من الضعيف ربنا عمره ما هيوفقه، ودي قاعدة عامة. وخلي بالك الضعفاء في البلد دي هي بتاعتنا مصر كتروا، أيوة، ولذلك لازم ننحاز إليهم ونطبطب عليهم لابد، بس بطريقة عملية. شوف الطريقة العبقرية دي بتاعت اللي احنا بنقول عليها القروي او الارياف وكذا الى اخره، ده بتاع ربنا. ده بيلخص حاجات كتيرة وراها، ده بيلخص انه لابد علينا ان نقوم برعايتهم. واحنا بنوجه الى هؤلاء الناس اللي حضرتك من التوفيق الالهي ليك انك انت قلت ايه ضعاف العقول. طبعا الناس يمكن تفهم ان احنا بنتكلم على دول، لا مش هم دول ضعاف العقول. ضعاف العقول اللي ضيعوا نفسهم، اللي معاهم عقل ومنفعهمش، اللي معاهم عقل وخلفه امر الله في هؤلاء، هم دول ضعاف العقول الحقيقيين. اما لما يحصل خلل في الكروموزوم 21 فيطلع ابننا بالشكل ده، يبقى استوجب علينا أن نسعى في الأرض بطريقة معينة فيها الرعاية والعناية والصبر والتعليم وكذا إلى آخره، حتى يطلع زي محمد أحمد اللي بيكسف لما من التربية، لما يقولوا له نجوزك قال له مش عارف ايه، وهو كان قايل امبارح ان انا عايز اتجوز، بس لانهم مربيينه ان دي مش مسألة اساسية، وانه ده عيب، وانهم عارفين بناء على الكشف الطبي انه لا يمثل له مشكلة بيولوجية. اما لو عملت مشكلة بيولوجية فلابد. طبعا الجانب الاخر، الست دي اللي وافقت لاي سبب، وافقت لانها محتاجة الى المال، او وافقت لانها بتقدم حاجة لربنا، او وافقت لانها يعني نفسيتها واسعة. ما هو في ناس نفسيتهم واسعة، والواسع هو الله، ولذلك دي ربنا الواسع لما يفتح قلب الانسان ويجعله واسعا يتحمل خلقه كده، ده مقام كبير قوي. تصور امرأة تقبل هذه الزيجة لكي تخدم هذا الرجل الذي يحتاج إلى خدمة مثل. أي نوع من النساء ولا حاجة من أهل الجان. حاجة واضحة جدا بالنسبة لينا. نكمل واضحة جدا. نكمل الأحكام فضيلة الشيخ بعد الفاصل، وبعد الفاصل أيضا ستكون معنا أصوات مختلفة لبعض من ذوي الإعاقة الذهنية، بعضهم مقبل على الزواج، يحكون تجربتهم مباشرة لكاميرا CBC2. وأظن أنه ينبغي أن ننصت لهؤلاء، ومولانا دكتور علي جمعة سيعلق على حديثهم بعد أن ننصت إليه. أما يتساءلون. الله أكبر. الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه. أنزلناه. بعض الولاد بيكونوا عندهم القدرة على وعي وإدراك الأمور الدينية زي حفظ القرآن الكريم، ولادنا بيدخلوا مسابقات وما شاء الله بيحققوا فيها مراكز طيبة، زي برضو تعاليم الوضوء وتعاليم الصلاة والنواحي العبادات والأخلاقيات. هاي سامر، احنا لما نيجي نصلي بنعمل ايه الأول؟ ايه؟ نتوضأ بنصلي. نصلي طرحة ولا من غير طرحة؟ لا طرحة. نحن حاطينها لها في البرنامج ان هي تقلد خطوات الصلاة وخطوات برضو الوضوء. انت عندك اصحابك كلهم ولاد بس؟ يعني انت ما عندكش اصحاب بنات؟ انا انت سمين. تعامل مع البنات محدود، يعني انا ما بشوفوش بتعامل خالص مع البنات، لكن انا فاهمه اللي هو الحاجة البسيطة في التعامل، السلام على الولد او كده، غير السلام على البنت. مع البنت عارف ان حرام وحلال؟ لا، هو ما يعرفش الحلال والحرام، يعرف عيب وش عيب. شرط اساسي موضوع الارتباط انها زي ما
تقبلني شخصيا، لازم تقبل ان انا عندي اخ يعني عنده الظروف دي، وفي المستقبل حتى فيما بعد ممكن يعيش معايا. احنا جاهزين، يلا. قبل ان ننصت الى تعليق فضيله دكتور علي جمعه، اسالك فضيله الدكتور، وانت الحقيقه من ارشدني الى وجهه النظر هذه، نحن نسجل في اماكن الانتماء اليها مكلف، يعني ده دار لرعايه المعاقين مثلا، ولا مدرسه، وفي انشطه طبعا مكلف، وهناك من لا يمتلكون النفقه لذلك، ويظنون انه هذا النوع من الرحمه، هذا النوع المكلف من الرحمه، بما انه افلت من اياديهم لا يستطيعون ان يقدموا لطفل معاق اي شيء اخر، يعني فيهملونه بدعوى الفقر. الفقر ذريعه في هذه الحاله؟ ابدا، هو القضيه قضيه انسانيه. وعلى فكره الجمعيه اللي شفناها دلوقتي ابناء واباء وابناء، هي عملها شيخنا واستاذنا الدكتور حسن عباس زكي، وعملها عندما مات ابنه وكان عنده يمكن 24 سنة، وكان عنده شيء من هذه الإعاقة الذهنية، وهذا الكلام من أكثر من 35 سنة، وهي بتساهم في هذه التكلفة، وليست بتعطى التكلفة لأنها يعني مش مكلفة جدا مثل بعض الدور الأخرى التي أيضا تقدم خدمات متميزة وكذا. صحيح. إلى آخره، وتحتاج إلى أموال كثيرة جدا، لكن شوف زي ما احنا شفنا كده أنها مكان نظيف، مكان كذا، وبيتعمل دلوقتي مكان في أكتوبر بس لسه ما تمش لأنه محتاج إلى ملايين، ولكن كل ده لوجه الله وليس هدفه الربح إطلاقا. وهذه الجمعية هي من الجمعيات الخيرية التي تقوم بهذه المرحلة، لكن حتى من لم يصل إلى هذا المكان فإن الإنسانية، والإنسانية دي لا بد الناس تفهم إنها جزء من الدين، إنها مش ضد الدين ولا هي في مقابل الدين ولا في حاجة اسمها إنسانية وحاجة اسمها دين، لا، ده هو الدين بيدعوك أن تكون إنسانا صالحا. نعم. وأن من كمال هذا الصلاح والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى على رعاية الإنسان كإنسان، حتى لو كان مجنونا، وحتى لو كان يتيما، أو حتى لو كان ضعيفا أو كذا إلى آخره، مريضا، فكل هذا جزء من الدين. الدين هو اللي بيأمره كده، فلا بد علينا أن نفعل غاية الطاقة. وأن كمان في حاجة هنا مهمة جدا في التقرير اتقالت تؤيد ما ذهبت إليه حضرتك، من كون الثقافة. الولد بيقول أنا عايز اللي أتجوزها تعرف إن أنا عندي أخ معاق، وتقبل به، وتقبل أنه في يوم من الأيام قد يعيش معانا فترعاه. دي عايزة ثقافة، عايزة عيب ومش عيب، عايزة أنا ما أقدرش أعمل كده، ده ما يصحش. الكلمة اللي ما بقتش موجودة دلوقتي، يصح وما يصحش. نعم. فلابد علينا في الإعلام وفي مناهج التعليم أن احنا نقول إيه، نقول أن بطل الأبطال رجل الإطفاء. اللي بيطفي الحريق ومعرض نفسه يموت علشان بيت هو مش عارف هو بتاع مين، مسلم ولا غير مسلم، بتاع عدو ولا صديق، بيضحي بحياته علشان النار دي تهمد وما تصيبش نفس البيت بأضرار بليغة وما تمتدش للآخرين. ومراجل الإطفاء ده عملوه هناك بحيث إنه دلوقتي في الغرب بطل الأبطال. فأنا عايز إنه فكرة بطل، متى تكون بطلا، متى تكوني بطلة؟ الثقافة اللي هتؤدي إلى أن الناس ستبذل حتى خارج هذه المؤسسات وفي الحياة العامة،
وبطريقة طبيعية وبطريقة هم عايزين يعملوا كده لأنهم عايزين يكونوا بطل الأبطال أو عايز يدخل الجنة. بطل الأبطال ده مجد في الدنيا، لكن طيب والآخرة؟ فإذا لم يكن قادرا على أن يحرر نيته للآخرة خليه بطل الأبطال في الدنيا. يعني أنا عايزه زي ما تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أيوة خلي بالك، إذا ما قدرتش يعني تبقى صافي قوي للآخرة، وكان الحكاية دي كانت يعني مش قادر عليها، خليك في الدنيا. فضلت الدكتور، لو استطعت أن تقدم لنا وباختصار، لأنه لابد أن نبدأ في تلقي اتصالات المشاهدين وهم على أحر من الجمر، يعني مصر فيها 7 ملايين معاق على اختلاف أنواع الإعاقة، منهم عدد لا يستهان به من أصحاب الإعاقة الذهنية. في لدى وزارة التربية والتعليم المصرية حوالي 850 مدرسة مخصصة ل سموها المدارس الفكرية. صحيح صحيح. نعم. هل هذا يكفي؟ وما دور الدولة؟ أنا لا أحدثك عن لا حكومة ولا مؤسسات، أنا بكلمك عن الدولة المصرية التي في دستورها الآن أنها ينبغي أن تراعي حقوق هذه الفئة من المصريين. 850 مدرسة كنا تعددنا لا يزيد عن 30 مليون وإحنا الآن 90 وشوية، يبقى إحنا عايزين 3000 مدرسة على الأقل. لابد انه دستورا بقى هنا دلوقتي، لابد ديانة، لابد علشان ننطلق ان هذه المدارس تزيد 4 أضعاف. نعم. لانه الفكرة بدأت يمكن في بدايات نهايات عصر عبد الناصر وبدايات عصر السادات، بدأت المدارس الفكرية في العمل، ولذلك لا تتناسب الآن بهذا الحجم مع عدد السكان، وعايزينها 4 أضعاف. أدي اللي على الدولة أنها تعمله، طبعا لا يكون في عونهم لأنه دي عايزة ميزانية ضخمة، ولكن مصر دي فيها خير كتير. لازم الناس تشتغل، صح، وإذا ما اشتغلتش إحنا في ورطة كبيرة، ولازم الناس اللي معاها فلوس كمان تتبرع وتبني هي مدارس وتبني مؤسسات في هذا الاتجاه. ده من وجوه الانفاق الصدقة. ما هو ده من الشغل. ده من الشغل. ان الناس كلها تعرف ان احنا في ورطة وانه لابد من الشغل. اما بقى هات 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 وهو ما بيشتغلش ما ينفعش. طيب سأسألكم يا سيدي بعد الفاصل هذا ان اتاح لنا المشاهدون متحرقون لإيصال أسئلتهم إليك، سأسألك هل نحتاج إلى فقه يعمل عليه علماء أجلاء، فقه ذوي الإعاقة؟ موجود موجود موجود. موجود وجاهز. موجود طيب وجاهز. تلقي لنا الضوء عليه بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل نشرف بتلقي مكالماتكم. الحقيقة من سيتلقاها هو من هو فضيلة الدكتور علي جمعة. ومباشرة دون تضييع الوقت عبر الرسائل النصية القصيرة أسئلة كثيرة. فضيلة الدكتور، هل يجوز أن أزوج ابني وهو من المصابين بمتلازمة داون، شيء قريب مما كنا نشاهده قبل قليل؟ وكيف يكون التعامل بالنسبة للإنجاب؟ هل يجوز أن جراحيا يتخذ إجراء لجعله غير قادر على الإنجاب، لأنه لو تزوج من مثيلته من مصابة بنفس المرض سيصبح نسبة كبيرة جدا أن الطفل لديه نفس الإصابة؟ تفضل. المتلازمة هذه ما بنجوزوش البنت اللي زيه. نعم. ولذلك ما يصحش هذا الزواج، لأنه هينتج بلا شك ناس معوقين آخرين. يعني هذا حكم الشرع يا سيدنا. نعم. فلا يجوز أن احنا نجوزها حد سليم، وفي السليم في احتمال كبير جدا
انه ما تنتقلش بالوراثه. لكن فيما يتعلق باتخاذ اجراء جراحي احترازي، احنا كده عملنا المشكله وبعدين بنحلها. ده بقى في حالات اخرى ده يتقال بقى في قضيه ايه بقى، في قضيه ان هم اتجوزوا فعلا، خلاص اتجوزوا، فهل يجوز منع الحمل؟ نعم يجوز منع الحمل في هذه الحاله باجراء جراحي دائم، نعم، للبنت او الولد. نعم. هذا ان تاكد الطبيب انه الطفل الناتج عن هذه الزيجه ده هو متاكد خلاص انه الاثنين كده، يعني الصفات الوراثيه لما هتنتقل ولا بد. نعم. الاستاذه ناديه من القاهره، اهلا بك. اهلا بحضرتك، تفضلي. تحيه اولا للشيخ علي جمعه. اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا بحضرتك. يعني حضرتك طبعا بالنسبه لنا ما شاء الله، ربنا يزيدك علم. الله يكرمك. السؤال بقى، حضرتك دلوقتي بتقول زواج المعاقه ذهنيا. نعم. فاحنا كان عندنا حاله معاقه ذهنيا وما زال يعني. فطيب مش هو الزواج المفروض ان هو زواج العاقل يشترط فيه العقل؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا يشترط في الزواج العقل. طب ازاي؟ لان احنا زي ما قلنا من دلوقتي ان الزواج له اهداف كثيرة، من ضمنها الونس، من ضمنها الخدمة، من ضمنها حاجات مختلفة. ولذلك لا يشترط في ان الزوج، طب ولو الزوج اتجنن او الزوجة اتجننت، هل العقد انفسخ؟ ما انفسخش. لكن انا هتجوز واحدة مجنونة، مجنونة خالص، مش ما عندهاش عقل. انا لما هتجوز واحدة مجنونة لازم اكون عارف، فانا عارف وموافق، يبقى العقد صحيح. لكن لو خدعوني وجابوا لي واحدة مجنونة على انها عقلة، يبقى في غش في الزواج. العقل ليس شرطا في ولا الصحة ولا الانجاب. يعني واحدة بتقول لي انا ما بخلفش، خلاص ما بتخلف، ده لا يعني شيئا في العقد. فالعقد شيء، والحلال والحرام شيء في جانب، لكن هذه الكمالات شيء آخر. أستاذة نادية أنت محظوظة، فضيلة الشيخ رد عليك مباشرة. عادة نحن نتلقى الأسئلة ثم نجمعها ثم ننصت إلى فضيلة الشيخ. الأستاذة فوقية من القاهرة. سيدتي لو تكرمتي خفضي صوت التلفزيون عشان نقدر نسمعك بدون تأخير. مساء الخير. مساء النور، تفضلي. مساء الخير فضيلة الشيخ إمامنا الجديد. أهلا وسهلا، مرحبا. بسأل حضرتك عن صلاة الضحى، لأن في ناس بيقولوا إنها بدعة، وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيصليها؟ طيب حاضر، شكرا جزيلا. الأستاذ محمد من الإسكندرية فيما أتصور. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا حضرتك فندم. أهلا وسهلا. ممكن اكلم الشيخ علي جمعه؟ تفضل يا ابي. ازي حضرتك الشيخ علي؟ الحمد لله. فندم حضرتك سمعت عن زواج المسيار في السعوديه، بمعنى ان الرجل المصري يسافر للعمل في السعوديه وينتظر لمده سنه في الغربه مثلا على سبيل العمل او اكثر، ثم يتزوج من امراه سعوديه، ويكون شروط العقد بينهما الا تلد طفلا، وقبل رجوعه الى البلاد يطلق تلك المرأة حتى يرجع إلى زوجته وأولاده. فهل ذلك جائز أم لا؟ شكرا جزيلا أستاذ محمد. الأستاذة ملك من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت أنا كنت بسأل سواك سورة الكهف، وعن يستحسن قراءتها يوم الجمعة الصبح ولا يوم الخميس بالليل؟ طيب شاكر جدا يا أستاذة ملك، ولي رجاء عند أصدقائنا المتصلين وصديقاتنا طبعا، أرجو أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة. أنا عارف أنه طبعا حضور الشيخ الجليل أمر يفتح الشهية لطرح أسئلة على كافة الأصعدة، لكن أن نركز على موضوع الحلقة هذا أفضل. اتفضل فضيلة الدكتور. السيدة فوقية من القاهرة. الست فوقية، الضحى سنة،
وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه من صلى الضحى 12 ركعة كل يوم بني له قصر في الجنة. فالضحى هي من صلوات المسنونة، ولكن سيدنا النبي يبدو أنه لم يصليها قط. وده بيدينا حاجة حلوة جميلة، إنه النبي عليه السلام يمكن ما يعملهاش يمكن، لكنها سنة. سنة بمعنى أنه أرشد إليها. وفي حديث أم هانئ أنها رأته يصلي ركعتين في فتح مكة، فالعلماء قالوا دي مش الضحى، دي الركعتين اللي صلاهم دول ركعتي الفتح، لما الواحد تفتح له مدينة وينتصر في معركة، وهم يسن له صلاة الفتح دي اللي هي صلاة الركعتين، بس كانت ساعتها في وقت الضحى. لكن النبي لم يؤثر عنه ولا في حديث أنه صلى صلاة الضحى، لكنه أمر بها، أرشد إليها، نبه إليها، وده اللي خلى بعضهم بيقول هي بدعة. بدعة إيه؟ لا، إنه على السلام سنته هي كل قول أو فعل أو تقرير، ولذلك ليست بدعة. محمد من إسكندرية يفتح بابا واسعا فضلت الشيخ. حكاية الأستاذ محمد، حكاية أنواع من الزيجات تشبه الأطعمة في المطاعم كده، المتعة والجهاد والمسيار والمسفار، لماذا اختلط الأمر على المسلمين يا مولانا؟ تعقيد الحياة والرغبة في التمسك بالديانة وبالحلال وعدم غضب الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخلي الناس بتبتدع بعض الأشكال وتطلق عليها أسماء. نعم. المصياف والمصيار والطبع الدمغة ومش عارف إيه. احنا في مجمع البحوث الإسلامية جمعنا كل هذه الأنواع، فطلعت 30 نوع، 30 اسم متداولة بين الشباب وبين الناس وكذا إلى آخره. ولذلك رأى مجمع البحوث الإسلامية ألا يدخل في هذا الإيه هذا الـ 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 المجال، ورأى أن يضع الشروط التي إذا تحققت كان الزواج شرعيا. هذه الشروط أن يكون في رجل خالي من الموانع الشرعية، امرأة خالية من الموانع الشرعية، يعني ما هيش أخته، ما هيش من الرضاع، ما هيش عمته، ما هيش أخت مراته اللي على ذمته، ما هيش عمتها ولا خالتها إلى آخره، خالية من الموانع الشرعية. ما يبقاش هو متجوز أربعة ودي الخمسة وهكذا، ما تبقاش هي في العدة، بنسميها كلها كلمة واحدة، خالي من الموانع الشرعية. يبقى أن يكون الطرفان وليس من بينها الجنون كما أسلفتم يا سيدي. لا بس لابد من العلم. العقل ما هوش العقل والغنى والصحة والخلفة كله ده ما نجدعه به. صحيح. بمعنى ان امرأة ما بتخلفش فما قالتش لجوزها اللي جاي لها، هي كده ما خدعتوش. نعم. ما لهوش دعوة هو، لانه ممكن جدا تكون سليمة ويكون الامر ليس كذلك. اما لو قالت له دي هي حرة ما فيش مانع يعني، لكن ما فيش فرض عليها انها تقول. المهم ان يكون الاثنين خاليين من الموانع الشرعيه، يكون فيه ولي، يكون فيه شهود، اثنين شهود. اذا حصل كده يبقى ده عقد شرعي، اذا اختل شيء من اللي احنا قلناه يبقى عقد غير شرعي. لكن هذا النوع من الزواج وهو المسيار، انا مش تدخل بقى، فيه انا مش هدخل فيه نيه الانقطاع في اجل بعينه يا مولانا. ذكر في العقد قال لها تزوجتك لمدة شهر. لا هم نيتهم كده، هم نيتهم كده لغير المفصح. ولا ليه دعوة بيها والله، والزواج صحيح وهيستمر صحيح. بمعنى كان يجي هنا الطلبة في القرن 19 والعشرين والـ 18 وبعدين يتجوز واحدة علشان يمخص في القاهرة طالب للعلم 5-6-10 سنين. لكن هو مضمر في قلبه انه يطلقها وبعدين يخلف منها فما يعرفش يطلقها، وبعدين تعجبه فما يطلقهاش. طب هو مضمر ليه؟ لان بنت عمه مستنياه في البلد. ولا لينا تدخل بالكلام ده كله، والا لا تستقر العقود. لكن هو مش ده يفتح الباب للزواج لمده ليله والزواج لمده ليلتين، ويعني لانه نفس الحاله. هو في الحقيقه ما فتحش. يعني هو ما فتحش. واحنا بنحط الشروط. نفرض ان رجل اتجوز عند المأذون وكل حاجة وطلقها تاني يوم، نعمل ايه؟ نقول بيفتح الباب؟
لان الطلاق بيفتح باب انهاء الزواج. الكلام ده لا يعتبر ولا يلتفت اليه. احنا بنشوف العقد حلال يبقى حلال، حرام يبقى ما ينفعش. لو اكرمتنا فضيلة الشيخ واجبت عن سؤال السيدة ملك من القاهرة، لكن باختصار شديد ثواب سورة الكهف، الجمعة تبدأ من مغرب يوم السبت، اول ما المغرب يأذن يوم الخميس، اسف يوم الخميس بتبدأ الجمعة. لذلك يجوز قراءة سورة الكهف بعد مغرب يوم الخميس لغاية الصلاة. وثوابها؟ ثوابها كبير الحمد لله رب العالمين. وعلى السلام نبه إليه في حديث صحيح. الأستاذة نهى من القاهرة. أستاذة نهى أهلا بك، تفضلي فضيلة الشيخ يسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. والله فضيلة الشيخ أنا مش هتكلم في الموضوع بتاع النهاردة، أنا هتكلم في حاجة أنا عايزة أسألها حضرتك بس تفيدني فيها. تفضلي. أنا سيدة متزوجة وعندي طفل وعندي مصيبة برد السرطان من حوالي 12 سنة. نعم. وبعدين أنا حصل لي حاجات كتير قوي من المرض ده من جسمي يعني في حاجات كتير قوي من الدواء الكيماوي أثرت على حاجات ثانية في جسمي. طيب. فهو أنا يعني ست إلى قدر ما أنا ست متدينة وعملت 5 عمرات وحجيت وانا مؤمنة بالله وعارفة ان ده الكلام من عند ربنا. انا ليا سؤالين عند حضرتك. اتفضلي. هل الابتلاء ده بيبقى عقاب من ربنا ولا بيبقى حب من ربنا لعبده؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل في نوع معين وقت كده انا ببقى فيه مخنوقة جدا وبحس كده ان الشيطان بيتغلب عليا، هل في دعاء معين ادعي عشان اتخلص من هذا الاحساس؟ طيب شكرا. ستي ندعو لك الله سبحانه وتعالى بأن يتم عليك نعمة الشفاء في أقرب الآجال. الأستاذ محمد من القاهرة. سلام. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا سيدنا؟ أهلا وسهلا. كنت أنا بسأل حضرتك إن أنا أصبحت رجل معاق. نعم. من سن 30. طيب. من سن 30 سنة أصبحت رجل معاق. وأنت عندك كم سنة دلوقتي؟ وأنا دلوقتي عندي 44 سنة. طيب. وأنا صغير مواظب على الصلاة. حتى مرضت، ولكن هذه الإعاقة بتاعتي دي أصبحت جسدية. أيوة. أصبحت جسدية، فعايز أسأل حضرتك دلوقتي، حضرتك قلت شرط التكليف الإدراك. نعم. هل الإدراك ده إدراك في الحركة برضو؟ لا، مش إدراك في الحركة، إدراك في العقل. طيب أنا دلوقتي حضرتك مريض لدرجة إن أنا لا أقدر إن أنا أرفع يدي، لا أقدر أقوم إلا بمساعدة زوجتي، أنا متزوج وعندي أولاد الحمد لله بصحة جيدة، فما بقدرش اقوم غير بام زوجتي او اولادي، فاولادي صغيرين، فهل انا اقدر اعمل ايه لكي اواظب على الصلاه؟ حاضر. يرد عليكم فضيله الشيخ يا استاذ محمد ان شاء الله. الاستاذ محمد من المنيا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يبارك فيك مولانا. تفضل. والله انا عندي سؤال حضرتك. نعم. عندي شقه، ساكن في شقه او في شقه بتاعتي يعني بيت والدي، مساحتها 68 متر، اشتريت حتة أرض من 10 سنين مساحتها 110 وعاوز أبنيها، لو خدت قرض من البنك ده حلال ولا حرام؟ طيب. نعم. الأستاذ محمد من القاهرة. أستاذ محمد. أيوة فندم. اتفضل يا سيدي فضيلة الإمام يسمعك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا مولانا، بالنسبة للمدافن الشرعية، هل دي الصح الدفن أم المقابر العادية اللي هي الأوض دي اللي احنا بنشوفها زي مقابر الغدير وال نعم وباب النصر وكده، هل الصح حضرتك؟ طيب.
الأستاذ عبد الرحمن من الإسكندرية عروس المتوسط. تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. أسأل حضرتك يا فندم أن نصطاد زكاة المال. نعم. طيب. كم يعني بالفلوس؟ نعرف أنه 85 جرام ذهب. كم بالفلوس؟ وهل يجوز حضرتك أن نخرجه في صندوق دعم اقتصاد مصر؟ ده كمان سؤال مهم جدا. طيب. متشكر جدا يا أستاذ عبد الرحمن، لكنني أستبق إجاباتكم الكريمة يا سيدي وأسألك عن أمر يتكرر السؤال عنه على الرسائل النصية القصيرة مرارا. ابتليت بالعادة السرية وأنا راجل كبير ومتزوج لكن لا أستطيع الإقلاع، قول لي أعمل إيه؟ طيب تفضل. إيه تاني؟ والحقيقة أكثر من رسالة تتحدث عن ضرورة أن يقنن حصول المعاق ذهنيا على معاش والديه كاملا، لأن ذلك يستره وهو بحاجة ماسة إليه. دي الأستاذة فاطمة صقر فيما أظن. نعم. ونحن نضم صوتنا معها. كل ما نستطيع أن نقدمه للمعاق فهو من الخير العميم لهذا المجتمع. نعم. وأحدهم دون ذكر الاسم قال إنه الابتلاء كواني وقد زاد عن 30 عاما، كيف أحتمله؟ أنا مبتلى من 30 سنة يا فضيلة الدكتور. طيب. إيه تاني؟ طيب تفضل سعادتك. نبدأ بسؤال العادة السرية. تفضل سعادتك. ما نجاوبش على الناس اللي كما تشاء. نهى من القاهرة. طيب. الست نهى زوجة وعندها طفل ولكن مصابة بالسرطان وبتتكلم عن الابتلاء، هل هو حب أو غير ذلك؟ الابتلاء في حالتك هذه واضح أنه حب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الابتلاء بيعمل إيه؟ بيغفر الذنوب، نعم، وبيعطي ثواب وبيرفع الدرجات. يبقى في ثلاث أشياء الابتلاء بيقوم بها. ولذلك اصبري، فالصبر الجميل من غير تبرم بالرضا والتسليم والتعامل مع الحالة هو بيجعلك من أهل الجنة إن شاء الله. ربنا يوفقك ويثبت فؤاد. هل هناك دعاء أو وسيلة لقهر الشيطان؟ لا، هي ساعات بيضيق بها الحال. فأكثري من ذكر يا لطيف. يا لطيف لما الواحد بيذكرها بيحصل انفراج في قلبه وبيحصل انفراج في هذا الضيق. والشيطان ده ازاي نخليه يخسأ يا فضيلة الشيخ؟ وبذكر الله. بذكر الله. لأنه خناس، وسواس خناس. خناس يعني بيجري. لما حتى عند الأذان بيجري. فمن ذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني كل القرآن بيدعونا إلى هذا النوع من أنواع الذكر. فأنت يا لطيف دي، والعلماء كان مشايخنا يرشدونا إلى رقم 129 مرة نخلصها خلاص ندخل في 129 تانية. ومجربة ما مجربة كونيا كده تفك ضيق الصدر جدا. ويحصل السعادة. واحد بقى يجي يقول لي طب 129 جايبها منين؟ اقول له تبقى تعالى نعلمك جايبينها منين 129. وردت في السنة؟ لا، ما وردتش في السنة. ولكن دي تجارب كونية المسلمين عبر القرون بطريقة معينة وقواعد محفوظة احنا عارفينها توصلوا الى هذه الارقام. يا لطيف 129 مرة. طيب محمد من القاهرة بيقول اصبحت معاقا واديره 14 سنة معاق ولا يستطيع القيام هنا أو هنا. صلي وانت نايم. صلي بالإشارة هكذا بالإيماء. هات حتة زلطة حطها جنبك واعمل إيديك وتيمم بيها وصلي وانت نايم. وصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. بالشكل ده هتحافظ على صلواتك وهتلاقيها انها حاجة ممتعة جدا. انك انت تحافظ على صلواتك وانت بهذه الحالة من القيد
وكذا. ومن ايضا الوارد عندك ان هو مبتلى اديله 30 سنة احنا بنقول له برضو ما اكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واكسر من يا لطيف. النفوس يا مولانا يعني معرضة للانكسار حينما يطول امد الابتلاء، وانت عارف الطبيعة البشرية. صحيح. ولذلك انا اعتقد انهم لم يجربوا الذكر. ولو جرب الذكر مش هيسألنا، واحنا الان مهمتنا ان نرشده الى ما جربناه وجربه الخلق. فنجحوا. احنا بندي روجيتات ولكن ليس بدجل الاعشاب. انما بالدعاء والتعلق الى الله سبحانه وتعالى. صحيح. احنا بنقول يا جماعه خلي قلبك معلق بالله. طب ازاي؟ عن طريق الذكر. طب بلساني وانا سرحان؟ ايوه بلسانك وانت سرحان لغايه قلبك ما يشتغل. هو هيشتغل هيشتغل غصب عنه، بس خلي لا يزال لسانك رطبا بذكر. ما قالش قلبك، صح، قال له لسانك اول ما يشغل اللسان كده. طب يلا جربوها، انتوا مش جربتوا حاجات كتير منها ادويه ومنها كذا الى اخره، ماشي ده دعاء ده ذكر، فاذا اشتغلوا بالذكر يعطيكم احسن ما يعطي الداعين. يعني انت بس اشتغل، من شغلته ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين. شوف بقى السائلين بيسألوا في إيه؟ بيسألوا حاجات كتير. طب اذكروا أنت كده وتشوف البركة. استمر بس. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أخونا محمد من المنيا عنده حتة أرض عايز يبنيها، فقلنا إنه ده تمويل وليس قرضا، ما تسميهوش قرض يا محمد. نعم. وده تمويل من البنك ويجوز لك. ما الفرق يا سيدنا؟ التمويل بيبقى فيه ضمان ليه، بيبقى شيء انت بتعمله بتضيف قيمة مضافة للدنيا، ثم في ضمان لو تعذر السداد عليه هيروح يبيع حتة الأرض. ومو 110 110 متر دي. محمد ايضا بيقول على المدافن الشرعيه، الحجر دي بنسميها في الفقه الفساقي. نعم. والحقيقه ان الفساقي اخترعها المصريون من اجل طبيعه الارض، من اجل النيل. النيل متشعب بالميه في كل حته، فبنيجي نحفر اللحد فلا يستقيم. لا يستقيم اللحد، نلاقي الميه تصل إليه. فراحوا فكروا في انهم يبنوا يعني حوائط عائقة لوصول الماء الى المدفن تكريما للميت. فلكن ومن لا يعرف هذا يعني السر في هذا التصرف يقول لك بدعة ويرفعوا المقابر، وأنت شرحت لنا يا سيدنا. نعم. هو طبعا الطبيعة الصخرية الرملية بتاعة المدينة ومكة والحجاز، وعدم وجود أنهار فيها وكذا إلى آخره، بيمكن من اللحد وكذا. وهو ده اللي عمله النبي عليه السلام، إنه الحد أو شق. صحيح. يا الشق يا اللحد. ولكن عندنا إحنا بنعمل كده للضرورة، فكان مشايخنا يقولون هذا فقه الضرورة. أيوة، فقه الضرورة. ليه بقى؟ ده انا عايز كده ابعد في الصحراء الشرقية او الغربية، والغربية فيها مية كتير، لكن الشرقية ما فيهاش مية كتير، لان النيل كان في الغربية وبيزحف تجاه البحر الاحمر كل ساعة، ولذلك في لوحات هنلاقيها في الغرب مش في الشرق. فعايزين نمشي 30-40 كيلو. طب وبعدين لو مشينا 30-40 كيلو ده خطر علينا وإرهاق وكل ما يتنمشي بيه 30-40 كيلو. ولذلك فالوضع المصري إنما هو من فقه الضرورة، فلا بأس به وما فيش حاجة فيه، وهذا هو ما تلقيناه عن مشايخنا العلماء الكرام. أنا مؤكرم به. السيد عبد الرحمن يعرف أنه طبعا الزكاة 85 جرام ذهب من عيار 21، ولذلك شوف الجرام بكام واضرب 85. بالزبط. كل يوم بتختلف. النهارده جرام 21 ب 200 جنيه مثلا، يعني اضرب 200 في 85 ويبقى هو النصاب. صحيح. امتى يضرب الضربيه دي؟
في اليوم اللي هيخرج فيه الزكاة النهاردة الزكاة قد ايه؟ اضرب 85 جرام ذهب من عيار 21 في تمنه المعلن في الجريدة وفي السوق وفي كل حاجة في اليوم الذي تخرج فيه الزكاة. اخيرا قضية العادة السرية. العادة السرية في الحقيقة انها مش متفق على تحريمها، لكن اغلب الاطباء بيقول انها ضارة جدا، وانه الضرر بيبقى ابلغ لما تكتر، لما تبقى يعني كثيرة، فالضرر يصيب عصب العين ويصيب الاعصاب ويصيب كذا وكذا وكذا، والآلة الجنسية نفسها كمان بتتضرر. والإمام ابن حزم يرون انها يعني شيء مباح. الإمام الشافعي ومالك وكذا يشددون فيها، وخاصة الإمام مالك، ويرى أنها حرام. ولذلك إحنا بنقول إن العزم والهمة هو اللي بيعمل كده. إذا ابتلي ومش عارف يخرج منها خالص يقلد من أجاز. مش فاهم. الواحد ممكن ما يعرفش يعمل حاجة معينة، حكم معين إن دي حرام. اوعى تعملها على انها حرام اذا كان في امام قال انها حلال. اتبع هذا الامام، اتبع هذا الامام علشان ما تبقاش طول النهار بتقول لروحك انا هدخل النار هدخل النار. ايوه، راينا بعضهم يقول ما انا داخل النار داخل النار، ولذلك مش هصلي، ما هي بجملت. هذا تفكير غلط غلط غلط. لا، واحد قال حلال واحد قال حرام، وانت ابتليت بهذا وما انتش قادر، احنا بنقول لك حاول واخرج، لو سمحت اخرج، قاوم نفسك مرة بعد مرة، مش قادر اعملها كده لانها ضارة، بلاش حرام، زي الشطة كده. نعم انا همتنع عن الشطة، الشطة حلال لكن همتنع انا عنها، فحاول تعمل كده. طب مش قادر، طب يبقى قلد من اجاز بقى، صح، علشان ما تجرأش على الحرمة. هذه حكمة كبرى يا سيدنا. لكن هو كان يسأل تحديدا عن طريقة لدعمه، هل لديكم ما يدعمه في نضاله مع هذه العادة؟ سألنا مشايخنا، قلنا لهم احنا عايزين دعم. قالوا لنا مفيش دعم، مفيش حاجة اسمها دعم. في حاجة اسمها إرادة الإنسان. مفيش حاجة أقولها له زي قول يا لطيف 129 صلي على النبي كذا اعمل كذا، اللي احنا تعلمناه في مواقف الضيق الكذا إلى آخره، ده لازم يبقى عنده همة. فبنقول للشيخ يا مولانا قول لي حاجة تقوي همتي. قال لي مفيش مفيش، انت اللي تقوي همتك. شوف ازاي يبقى في مساحة مش هينفع فيها الا انت، انت اللي لازم تشتغل مش غيرك، ولا فوائد ولا اذكار ولا اي حاجة تعرف تعملها. فتعجبنا ساعتها واحنا صغيرين كده، احنا سألنا السؤال ده، مفيش همة، احنا عايزين همة لقيام الليل، همة لقراءة القرآن، همة لكذا وكذا، حقنة مقويات يعني، حقنة مقويات. مفيش مفيش حاجة اسمها حقنة مقويات. الله، امال نعمل ايه؟ انا عايز اقوم الليل. قوم يا اخوي، قوم قوم اشتغل. ايوه اعمل المنبه، اصحى، قول انا، اضغط على نفسك، عود نفسك، لان الحاجات دي كلها على فكره بالعاده بالتعود. ولذلك سموها العاده السريه. فايه ده الحاجه اللي هقولها له قوم على طول يا ربي يسيبها؟ مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها الهمه، والهمة ملهاش دواء، الهمة منك انت، لازم تبقى صاحب همة. السؤال، هل يمكن ان انا اكون صاحب همة؟ نعم، 1000% ممكن تبقى صاحب همة. جرب كده، اعزم. كذلك اللي بيشرب دخان ومش عارف يبطل ده، قول لنا دعاء يا مولانا، احنا مش حواه، صح، احنا ما احنا شغالين حواه، احنا احنا بنقول الحاجة المجربة اللي فيها دعاء، فيها ذكر،
لكن أدام دخلت في قضايا التكليف والهمة شمر عن ساعديك واشتغل وهي دي النصيحة بتاعي. يا فضيلة الدكتور حديثك يضيء البصائر، أنا شاكر جدا لتشريفك لنا. شكرا لك. حضوري طبعا الله يخليك. يعني هذا مجلس التلميذ من أستاذ عظيم، يعني أنا حتى ليس لي شرف أن أكون من تلاميذكم يا سيدي، أنا تلميذ تلاميذ تلاميذكم. الله شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور علي جمعة. كنا قد طرحنا سؤالا على الفيسبوك، كيف نساعد المعاق ذهنيا على الاندماج في المجتمع؟ الإجابات بديعة ومليئة بالأفكار، لكن للأسف الشديد الوقت لا يسعفنا لاستعراضها. وكذا أعتذر لكل مشاهدين الكرام الذين شرفونا بمحاولة الاتصال بهذا البرنامج، ربما ينالون شرف التواصل مع فضيلة الشيخ في حلقات مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء. Thank you.